رحمة الله، ومن هذا المنبر من منطقة سيدي عثمان قصر البحر كنفرح وكنهيئ المنتخب المغربي بالنجاح. مبروك الوالد الركراكي، من بعد الله نصرنا بهذا النصر الجيد، يا رب تكون نبقاو حتى النهائيات. ومن هذا المنطقة يا رب ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي من طنجة حتى القويرة، ألف مبروك والنجاح والفوز لملكنا محمد السادس نصره الله. اللهم لك الحمد. راس لافوكرا فرحنا وفرحونا الدراري، الله يعطيهم الصحة، والشعب كله راه خرج وفرحان. شكرا شكرا. وكنتمناو اليوم الفوز ان شاء الله كاع على شلوب بكأس العالم ناخذوه. كنت متوقعة الصراحة، كنا متوقعين أننا غنربحوا البرتغال. شنو كنتمناو دابا؟ كنتمناو الكأس العالم ان شاء الله. كنا لعبوا الربوع طامعين بالنصف، عندنا طامعين بها، طامعين بكأس العالم ضروري ضروري ان شاء الله. شوف كنا الودادة أمه، وهذاك حفيان تا هو ودادي، هذاك راس لافوكا كنا الوداد، وموس على بلادي ياك، عزة في السكر في الزيت، أنا خدام أنايا، خدام أنا في الشطاب أنا، فهمتش؟ عاد أنا أمي، عاد أنا وليدة كتدير مسكينات ديالي، أنا خدام عليها. فهمتي كموشو هذا عندنا النجمه هادي هنا في الراس وفي القلب، وعاش مالك كبغي الملك والشعب. حنا ليهم وبغيناهم ديوها وفرحونا وهزوا راسنا الفوق، الله يكمل عليهم الله يوفقهم. كيفاش باش شجعتي انتيا؟ انا شجعت بالدعاء وصلينا، وما نقولش لك من خاطرنا كنا دار كامله حيحنا وشطحنا وفرحنا وتزغرتنا، صلينا على النبي الحمد لله. تمني اليوم دابا حتى الفينا ان شاء الله ياخذوا الكاس. الحمد لله فرحونا بزاف، ما تصورش الفرحه اللي حسينا بها. وفي بلو ماغاك الحمد لله. السلام عليكم. ديالي خدام فهاد انفاس، وكنبغي نوجه ليه تحيه ونقول ليه ديما مغرب، وان شاء الله تبقى مع انفاس وديما انفاس، وان شاء الله اش غنقول، ان شاء الله نديو مونديال. وكريستيانو مشى كيبكي، وشنو اخر؟ واسبانيون وبرتغال بسلامه، بقى لنا فرنسا ونستقلوا استقلال ديال الكره، فهمتي؟ استقلينا ديال السياسه، دابا غنستقلوا بكره، بقى لنا غير فرنسا و